السلام عليكم، معكم جريبكم. اليوم بقطع اليوم بيكون قصة، فيلا نبدأ. طبعا قصة اليوم بتكون من أغرب القصص اللي ممكن سمعتها في حياتك عزيزي المتابع. قصة اليوم بتكون عن شخص اسمه كارل تانزلر. كارل تانزلر هذا رجل ألماني ولد في عام 1877 وترعرع وأنشئ في مدينة اسمها دارسدن. سافر شبابه وتجول أوروبا في شبابه، وعاش عدة سنوات في أستراليا، ممكن تهربا من الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الأولى. من طفولته ومن خلال سفراته زعم كارل أنه دائما يجيله طيف أو شبح القريبة من قريباته اللي ماتت من زمن بعيد، يعني ماتت من زمان. هذه تجيله دائما وتقول له أو ترسم له في خياله رسمة إنه هذه البنت هي البنت اللي بتكمل فيها، هي البنت اللي بتحبها، هي اللي بتكمل معاها حياتك، هذه البنت اللي البنت الموعودة، هي الحب الحقيقي اللي بتجيك. طبعا الرسمة هذه رسمة بباله. طبعا كان هذا الخيال يوهم كارل بأنه البنت هذه سمراء وجميلة ويعني شديدة الجمال، شعرها داكن ومواصفات زي كذا. طبعا هذه كلها كانت في مخيلة كارل. ومين اللي عباه ومين اللي خلاه يتخيل هذه التخيلات؟ اللي هو طيف قريبته اللي ماتت من زمان زي ما قلت له. طبعا كارل صدق هذا الكلام، ويعني فعلا عاش حياته كلها وهو يدور على هذه البنت الموعودة اللي في خياله اللي ما يعرف عنها أي شيء. اللهم الصورة اللي بباله، الصورة اللي متصورها عن هذه البنت، عن شكل هذه البنت في خياله. وبالفعل راح هو يتجول أوروبا يبحث عن هذه البنت، يدورها، يبغى يعرفها. وطبعا ما استسلم، ما يعني قال خلاص هذا ممكن تخيلات شيء، لا، استمر في حياته وهو يدورها. يعني فعلا فعلا الآدمي كان مهووس، يعني كان يدور هذه البنت، كان يبغاها فعلا، يعني مصدق إنه الموضوع يعني في يوم من الأيام بيلاقيها. وطبعا استمرت السنين وهو زي كذا يدور البنت، اللي ما بعد سنين طويلة يعني يئس وقال يعني خلاص، يعني إلى متى وأنا أقعد أدور على بنت صورتها في راسي؟ يعني هذا الشيء تخلى عن كل هذا الوهم وقال إنه يبغى يعني يخاوي بنت حقيقية من لحم ودم. وبالفعل في عام 1920 تزوج كارل من مواطنة ألمانية وجاب منها بنتين. في عام 1926 هاجر كارل إلى أمريكا، وتحديدا في ولاية فلوريدا، وهناك لقى وظيفة دائمة اللي هي أخصائية أشعة. وفي ذيك السنين طبعا عاش حياته مع أهله مع بناته، وحياته طبيعية جدا في هذه السنين، نسى الموضوع. ولكن في يوم من الأيام حدث الحدث اللي غير حياة كارل 180 درجة. صدفة هو كان في دوامه إلا قابل وحدة بنت كوبية عمرها 21 سنة، سمراء فاتنة، شعرها داكن. هي جات المستشفى مع أمها، البنت مريضة بمرض السل. الله يبعد عنا وعنكم جميع الأمراض. البنت مريضة بمرض السل اللي كان في ذيك الفترة مرض مستعصي، وما في ورا طبيب لقى له علاج. وكانت البنت عمرها 21 سنة، اسمها ماريا. كارل من أول نظرة وقع في غرام البنت، حب البنت مع أنه متزوج، ولكن حب البنت. كارل شاف خيال البنت اللي كانت تجي من سنين، شافها في هذه البنت الكوبية السمراء. قال هذه البنت اللي كانت تجيني أول واللي كنت أبحث عنها، هذه هي البنت الحين قدامي. فاللي سواه كارل إنه زي ما قلت لكم وقع في غرام البنت، أشرف على علاج البنت، هو اللي كان يساعدها، كان يلازم الفراش حقها 24 ساعة، كان يكرس كل العلم اللي تعلمه في حياته، كل الخبرة اللي في حياته عشان يعالج هذه البنت. كارل يعني كان يغرق أهل البنت بالهدايا وبالفلوس. كارل لما شاف البنت يعني حياته قلبت وردية، كأنه رجع شباب انتعشت الحياة فيه. كارل تعلم اللغة الإسبانية عشان يغني لها ويقول لها الشعر بلغتها الأم.
كارل وقع في حبها، وقع في غرامها. كارل عمل كل شيء عشان يعالج هذه البنت اللي هي ماريا، ولكن مع الأسف كل اللي سواه راح هباء منثورا لما ماتت في أحد أيام عام 1931. طبعا كان حزن كارل في ذيك الفترة حزن شديد جدا، حتى يعني العالم كانت تشك يعني إيش كانت طبيعة هذه العلاقة، هل كان هو حب من طرف واحد، أو هل البنت كانت تحبه كمان يعني تبادل نفس الشعور، هل هي الكرش ولا البيب ولا الإكس ولا هذا. ماتت ماريا وما حد يعرف عن علاقتهم، أو الحب من طرفها هي، عن طبيعة العلاقة من طرفها هي ما حد يعرف عنه أي شيء، هل كانت تحبه، هل هي كانت يعني تقدره، هل هي حبته عشان أنه والله قاعد يحاول أنه يعالجها، هل حبته عشان أغرقها بالهدايا والفلوس. ما حد كان يدري شيء عن شعور كارل أو شعور ماريا. طبعا كان الفرق العمري بينهم يعني كبير جدا، يعني كان الفرق بينهم تقريبا 30 سنة، لأنه في ذيك الفترة كان عمر كارل 53 سنة وهي كانت 21 سنة، ففرق عمري كبير جدا بينهم. لكن زي ما قلت لكم، هل هي حبت كارل؟ هل مثلا حبته عشان شافت انه اعطاها كل الحب والتقدير والحنان اللي ما عاشته مع زوجها السابق من قبل ولا لا؟ لانه فعلا كانت متزوجه هي قبل القصه هذه بسنتين، كانت متزوجه من شاب وهجرها بسبب انها سقطت الطفل اللي كانت حامله فيه منه، تقول عن طريق الخطا، ما ادري يعني فعلا عن طريق الخطا ولا لا. طبعا لما ماتت ماريا، كارل ما وقف عن زياره والدين ماريا، كان يزورهم دائما، حتى تصاريف مراسم الدفن والعزاء كلها من كارل هو اللي دفعها. طبعا كان دائما يروح لقبر كارل ويبكي ويغني لها ويتكلم معاها. زي ما قلت لكم، كارل كان يحبها حب شديد جدا. في عام 1933، اي بعد سنتين من موت ماريا، كارل ما قدر يتحمل فراق ماريا، وقال انه دائما يجي له شبح ماريا ويقول له انه ويتوسل اليه انه يرجع مع البيت، انه يرجع ماريا مع البيت. وفعلا راح كارل المجنون هذا القبر ماريا، ونبش في القبر وطلع جثتها ودى الجثه هذه لبيته. طبعا بيته كان منفصل عن بيت عائلته، كان بيت صغير فمنفصل عن بيت عائلته، واخذ الجثه هذه ليلا ودخلها البيت حقه. طبعا كانت الجثة يعني متحللة، يعني كانت يعني سنتين على موت ماريا، فالجثة طبيعي بتكون متحللة. فاللي سواه كارل انه ربط عظامها بسلك، وانه جاب عينين زجاجيتين حطها مكان العينين حقتها، لانه عينينها. ففعلا حتى جاب حتى بدل الجلد حقها، طبعا الجلد يكون خلاص يعني منتهي تعرف، فجاب بداله قماش حريري وصبغه بنفس لون الجلد عشان يكون واقع أكثر، وأحشائها حط فيه له قماش، حشاء قماش عشان إيش يعني يطلع شكله يعني واقع شوية. طبعا ما ننسى الجزء الأكبر من هذا كله اللي هو ريحة الجثة. طبعا طبيعي بتكون ريحة الجثة بتكون طالعة، فاللي سواه إنه غرق أم الجثة بالعطور والبخور والأمور هذه كلها. طبعا عزيزي المتابع، أنا بسألك الحين سؤال قبل ما أنا أجاوب على هذا السؤال، تتوقع كم المدة اللي قعدت فيها جثة ماريا في بيت كارل؟ كم؟ 6 شهور، سنة، سنتين؟ يعني خليك واقعي في الإجابة. يعني حاب أقول لك خطأ مهما كانت إجابتك، لأنه قعدت في منزل كارل 7 سنوات. جثة ماريا قعدت في بيت كارل 7 سنوات، متخيل الموضوع هذا؟ طبعا كان يلبسها لبس، طبعا كان يلبسها أحسن لبس، طبعا كان يحطها جنبه في السرير فعلا، ويلبسها ملابس عروسة، وكان طبعا عايش حياته كأنه مع واحدة أدمية حية ما فيها أي شيء، يشكي له همومه، يغني لها، يرقص، يعني عايش حياته طبيعية جدا ذا كارل. ولكن في عام 1940 ألقت القبض على كارل بعد ما فتشوا بيته ولقوا جثة ماريا. طبعا كان هذا كله بعد بلاغ من أخت ماريا إنه والله هذا نبش القبر وشال الجثة.
وفعلا ألقوا القبض عليه ومسكوه في عام 1940. عن كارل في ذاك الوقت كان حديث الصحافة، حديث الشارع، كل الناس تتكلم عنه، الكثير تعاطفوا معاه، الكثير، أنا أتكلم عن الكثير، لدرجة أنه حتى زوجته الحقيقية اتعاطفت معاه وكانت أول الداعمين له. طبعا تم تقديم، طبعا قدموا كارل للمحكمة، ولكن القاضي ما حكم عليه ولا أي شيء، لا سجن ولا قتل ولا أي شيء، لا، طلعوه بعد مدة قصيرة جدا، وأخذوا جثة ماريا أو دمية ماريا وحطوها في زي ما تقولونه متحف، والناس يزورونها وزي كذا لفترة معينة، وزاروها أكثر من 6000 شخص يشوف جثة ماريا أو دمية ماريا. ثم بعدين أخذوا الجثة هذه ودفنوها في مكان مجهول عشان خوينا لا يجي ينبش مرة ثانية. وطبعا قضى كارل حياته أو المتبقى من حياته في بيت جنب بيت زوجته الحقيقية، وكانت يعني تعتني فيه إلين ما مات زوجته الحقيقية. يعني كارل هذا سوى دمية ثانية لماريا عن طريق قناع الموت. إيش هو قناع الموت؟ قناع الموت هذا يستخدمونه أول في إنهم يسوون مثلا تماثيل للجثة الميتة أو رسمة للجثة الميتة. كيف يسوون هذه الطريقة؟ إنهم يسكبون شمع على وجه الميت عشان يديهم صورة طبق الأصل من نفس صورة هذا الميت. ما أدري كيف الطريقة، ولكن زي ما مكتوب زي كذا. أول كانوا يستخدمونها في التماثيل وصور الميت وزي كذا. فسوى هذه الطريقة مع جثة ماريا وخلاها تعيش معه هذه الدمية. في عام 1952 لقوا جثة كارل ميت في بيته وهو حاضن دمية ماريا. لا تنسون لايك وتشتركون في القناة وتشوفون المقاطع اللي فاتت، و سووا شير لهذا المقطع، ارسلوا لخويك خويتك، قل لها ايه، اكتب عليها وقل لها انك تحبها زي كارل. انا عارف انكم كلكم نماكين، بس هنا كان نهاية المقطع. هذه كانت القصة، اتمنى انها عجبتكم. لا تنسون تسووا لايك وتشتركون في القناة وتشوفوا المقاطع اللي فاتت، وبحط سنابي وانستغرام قدامكم على الشاشة in case if you wanna follow me there I will appreciate it, you know what I'm saying. معكم زياد، السلام عليكم. سلوت. وبعدين ايش؟ قول لهم انه زياد قال لي هذه القصة، اوكي؟